جمال الفجر الرياضي قال ان الاوروجواني مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي هيعقد محاضره فنيه بالفيديو مع اللعيبه النهارده بالليل عشان يشرح لهم بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه الداخليه اللي بتقام مساء غد في اطار الجوله 23 من بطوله الدوري الممتاز. استعرض لاسارت مع اللعيبه طريقه اللعب وعدد من الجوانب الخططيه والجوانب الفنيه الخاصه بالمباراه. عكف الجهاز الفني لنادي الاهلي على دراسه فريق الداخليه من خلال مشاهده ملخص لمباريات الفريق واللقاء اللي جمع ما بين الفريقين في الدور الاول واللي انتهى بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق.